بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، برحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بنك الخير. ولسه في كل حلقة بنتكلم عن هدف من أهدافنا اللي هيوصلنا لهدفنا ومبتغانا الأكبر، وهي الجنة اللي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النهاردة هنتكلم عن سنة نبوية وشعبة من شعب الإيمان، هنتكلم عن إيمان الأذى عن الطريق، وهنبدأ بكلام خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق جزء من إيمانك، يعني سلوك وعمل بيكمل إيمانك، بس ده طبعا لما يبقى عادة من عاداتك إنك تزيح الأذى عن طريق الناس. تخيل عمل بسيط ممكن تعمله وتنساه يكون سبب ان رب العالمين يغفر لك بيه ذنوبك وتدخل بيه الجنة. اسمع الحديث ده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني رب العالمين شكر له فعلته بأنه زاح الأذى عن طريق المسلمين، بأنه زاح عنه أذى نار جهنم. تعرف تدخل لرب العالمين من الباب ده؟ ربنا هيقبلك ويغفر لك ذنوبك بسبب عمل ممكن تفكر أنه تافه أو صغير. أحد الصحابة بيحكي أنه راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: علمني شيئا أنتفع به. رد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له: ادفع الأذى عن طريق الناس، ما هو عمل واحد ممكن تدخل به الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن حال من أحوال رجل من أهل الجنة ويقول: رأيت رجلا في الجنة يتقلب في شجرة قطعها من ظهر الطريق. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وزي ما قلنا في بداية حلقتنا ووضحنا إن إماطة الأذى عن الطريق جزء من الإيمان، طيب إيه حال اللي يحط الأذى في طريق الناس؟ جزاؤه طبعا إن إيمانه هينقص. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن إماطة الأذى شعبة من الإيمان. رب العالمين توعد في كتابه وقال: والذين يؤذون المؤمنين آتي بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. لكن للأسف في ناس كتير قللت من الأمر ده، وبنشوف صور ونماذج كتير سلبية في شوارعنا. ما هو لو كل الناس اتبعت سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان كل شيء اتغير وبقينا شكل تاني. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن اللي بيقضي حاجته في الطريق اللي بيمشي فيه الناس يستحق العقوبة ويستحق اللعن، لما قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. وده طبعا مش بس اللي بيقضي حاجته في الطريق، ده إلى جانب الناس اللي بتلقي المخلفات والقمامة في الطريق وبتملاه بالقاذورات والمخلفات. وطبعا كمان من صور أذية الناس في الطريق الناس اللي بتسيب عربيتها في وسط الشارع وبتضيقوا على اللي رايح واللي جاي، وكتير منهم ما فكرش في جزاء ده وعقوبته عند رب العالمين. ومن صور أذية الناس كمان في الطريق بنشوف عربيات كتير ركنة على اليمين وعلى الشمال بدون قواعد وبدون قوانين، وياما ناس عملت حوادث وماتت كمان بسبب الأفعال دي. ومن صور أذية الناس في الطريق الباعة الجائلين، واللي بنشوفهم كتير جدا حاطين بضاعتهم وسط الطريق وبيضيقوه على اللي رايح واللي جاي واللي راكب واللي ماشي. ومع اني متعاطفة معاهم برضو الى حد ما، لان الدولة لازم تشوف لهم البديل قبل ما تحاسبهم، بس ده طبعا مش مبرر ابدا، لان كل واحد فينا لازم يبدأ من نفسه
وأنا بقول لهم وبقول لغيرهم أرجوكم اتقوا الله في الطريق، اتقوا الله في الطريق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من جديد، والفقرة الجاية حاولنا نوصل رسالة صغيرة بس يا رب كل واحد فينا يحاول يقراها ويستفيد منها عشان نستحق فعلا شرف إننا نكون خلفاء للمولى عز وجل على الأرض. اعمل زي رسولنا ما قال، هو حبيبنا ولينا صديق، إن إيمانك لازم يكمل بكف الأذى عن الطريق. اعمل زي رسولنا ما قال، حبيبنا ولينا صديق، إن إيمانك لازم يكمل بكف الأذى عن الطريق. شوارعنا مليانة صور كتير سلبية، وعشان مصر بلدنا ليها حق علينا، أرجوكم غيروا الصور دي، غيروها، بلدنا محتاجة لنا بجد. أرجوك حب البلد دي، اوعى ترمي ورقة على الأرض. أرجوك اوعى تركن صف تاني وتعمل أزمة كبيرة في المرور، وانت صدقني رزقك على الله. أرجوك ما تعملش كده، وعشان الحب ده مش كلمة والسلام، دول شباب بيحبوا البلد دي بجد، قرروا يرسموا أجمل صور إماطة الأذى عن الطريق. ونتقسم على المناطق، يعني في مجموعة راحوا عند شارع شهاب وسوريا، وفي احنا المجموعة بتاعتنا هنا عند شارع مكة ومحي الدين ابو العز وحوالين بيت السيد. التوعية يعني حتى احنا دورنا وقفنا في الشارع، والتنظيف ده في حد ذاته بيعمل توعية للناس، لان في عربيات كتير قوي بتقف تسالنا انتوا بتعملوا ايه، فبنبتدي نتكلم معاهم، ودي زي بداية كده، زي بس ايه يعني بداية للحملة نفسها، بحيث انها تبقى توعية للسكان، يشوفوا ان في ناس من جيرانهم واقفين بيكنسوا وبينظفوا المكان. ان شاء الله متفائلين جدا يعني ان الحملة دي تكون لها صدى. ومع على الصعيد الاخر، الشباب اللي نزل ده شجع الموظفين المكلفين والجهات المعنية بالنظافة ان هم يعني يحسوا باهمية دورهم، وان الناس نازلة تتفاعل معهم وحاسة باهمية الدور اللي هم بيعملوه. الناس لما بتيجي تحس ان الشوارع بتنضف، يبتدي يبقى فيه شوية وعي، ان هو يعني لما الواحد بيتعب وينظف الشارع بتاعه وبعد كده مش هيرمي فيه زبالة فيه. اكيد كل الناس بتحب النظافة، فاكيد اللي بيحب النظافة ينزل ينظف الحتة اللي قدامه، حتى لو ما كانش هو اللي رمى الزبالة، بس معلش يعني ما هو لما بقى الزبالة، وبعد كده لما يلاقي حد بيرمي يبقى يقول له انا نظفت هنا وتعبت ما ترميش تاني. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. مش عيب انك عيب انك تكون انسان باي لون. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدأ ربك يعينك. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدأ ربك يعين. والايد تشد حلمك يجري عليك، حلمك يجري عليك. يا رب تكون وصلت رسالتنا، ونكون فعلا عايزين نتغير ونكون قدوة لغيرنا، علشان ترجع أمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكانها الطبيعي ما بين الأمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. رجعنا لكم بعد الفاصل، وهنحاول في الوقت الباقي من حلقتنا أننا نتكلم أكتر عن أداب الطريق. نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المسلمين أصلا عن الجلوس في الطريق، وقال إياكم والجلوس في الطريق، لكن لما الصحابة استسمحوه علشان هم ما عندهمش مجالس غير الطريق قال لهم فاعطوا الطريق حقه. قالوا له وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. تخيل، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الجلوس في الطريق في وقت كان الصحابة فيه رمز للعفة وللحياء، فما بال حالنا دلوقتي وإحنا للأسف شايفين شبابنا وحالهم في الطريق، وهم بيبصوا على اللي رايح واللي جاي، والمفروض يلتزموا بالأمر النبوي وهو غض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش إشاعة المنكر. وأمر رب العزة سبحانه وتعالى الرجال والنساء بغض البصر، وقال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما عن كف الأذى فهو إنك ما تأذيش حد في الطريق، والإذاء ده ممكن يكون بالإيد وممكن يكون باللسان، وياما بنشوف خناقات وفيها عبارات تخجل الودن إن هي حتى تسمعها. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهانا عن أذية الناس في الطريق، وقال من أذى الناس في طريقهم وجبت عليه لعنتهم. ورد السلام هو شعار المؤمن الحق، وكفاية أن المولى عز وجل اسم من أسماء السلام، واسم من أسماء جنته دار السلام، وتحية المسلمين في الدنيا السلام، وتحية أهل الجنة السلام. وإلقاء السلام ليه ثواب عظيم عند المولى عز وجل، لأنه بينشر المحبة ما بين المسلمين. وكفاية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي النهاية بندعي رب العالمين إننا نكون سبب ليكم في طريق الخير اللي يزود لنا حسناتنا ويضاعف رصيدنا في بنك الخير. أحبائي في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.